أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درس اليوم هو درس مهم جدا، ففي هذا الدرس سوف نتعلم عندما نريد أن نذهب إلى الأماكن ما هي حروف الجر والنصب التي ممكن أن نستخدمها، ومتى نستخدم داتيف أو أكوزاتيف. فلنبدأ. مثلا نريد أن نذهب إلى البحر، فالبحر داس مير، في اللغة الألمانية نقول داس مير. فماذا نقول؟ نقول ich gehe ans Meer. Ich gehe ans Meer يعني an das Meer، اختصار ل an das Meer. فهنا استخدمنا حرف النصب، يعني هو حرف أن يكون أحيانا نصب وأحيانا يكون جر حسب الحالة، وهنا مع الحركة، يعني مع الحركة يكون أكوزاتيف، فنقول أن داس مير، لأن داس مير يبقى داس مير في أكوزاتيف، ونضع هنا أن، يعني يجب أن نستعمل أن. فنقول أن داس مير، إيش جي أن داس مير، يعني أنا ذاهب إلى البحر، ولكن لست ذاهب إلى داخل البحر، يعني إلى البحر، يعني حول البحر، فأقول أن داس مير، تختصر أن سمير. وإذا أردت أن أدخل إلى داخل البحر، يعني أريد أن أسبح، فأقول إيش جي إن سمير. Ich gehe ins Meer، يعني أنا ذاهب إلى داخل البحر. In das Meer. Ins هي اختصار ل in das. وهنا حرف N هو أيضا من حروف الجر والنصب المتغيرة. في هذه الحالة يكون حرف نصب، يعني أكوزاتيف. فأقول in das Meer. فإذا أردت أن أذهب إلى البحر، ولكن لا أريد أن أذهب إلى داخل البحر لكي أسبح مثلا، فأقول ich gehe ans Meer. وإذا أردت أن أذهب للسباحة إلى داخل البحر، فأقول ins Meer. In das Meer. وإذا كنت موجود أنا حول البحر، فأقول ich bin am Meer. Am Meer يعني an dem Meer. فهنا أصبح الداتيف. فإذا قلت ich bin am Meer، فأنا أكون يعني حول البحر، يعني جالس على الشاطئ مثلا، ولست في داخل البحر. وعندما أقول ich bin im Meer in dem Meer، فأنا هنا أكون في داخل البحر مثلا، يعني أسبح داخل البحر in dem Meer. ام يعني انديم، وام يعني انديم، وهنا داتيف طبعا، داتيف لان السؤال هو اين انا، فانا حول البحر انديم، او انا داخل البحر ام مير. وفي اكوزاتيف يكون السؤال فوهن، الى اين، الى البحر يكون اكوزاتيف، والسؤال اين فو، اكون يعني في البحر او حول البحر، يكون داتيف. وإذا أردت أن أذهب مثلا إلى الأوستزي، أوستزي وهو بحر البلطيق في شمال ألمانيا، وهذا البحر هو مؤنث، يعني نقول دي زي. ويوجد أيضا زي البحيرة، تكون دي دي زي بحيرة، ودي زي هي البحر، فالفرق بينهما هو أن دي زي هو بحر مفتوح، ودي زي هو بحيرة مغلقة. فمثال على الأوست زي، ich gehe an die Ostsee. Ich gehe an die Ostsee. أنا ذاهب إلى بحر البلطيق، وهنا قلت an die، لأن زي هنا مؤنث، ومع الحركة wohin gehe ich، إلى أين أنا ذاهب، an die. وإذا كنت أنا هناك وأريد أن أذهب إلى داخل البحر،
فأقول ich gehe in die Ostsee. Ich gehe in die Ostsee يعني إلى داخل البحر. وإذا كنت موجود حول البحر فأقول ich bin an der Ostsee. Ich bin an der Ostsee يعني أنا هناك يعني عند البحر حول البحر ولكنني لست داخل البحر. طبعا هنا داتيف an der لأن دي تصبح der في داتيف. Ich bin an der Ostsee أو ich bin in der Ostsee. In der Ostsee يعني أنا داخل البحر. هنا داتيف. وإذا ذهبت إلى بحيرة der See مثلا بحيرة بودنزي der Bodensee في جنوب ألمانيا وهي تعتبر يعني من أكبر البحيرات في أوروبا فأقول ich gehe an den Bodensee. Ich gehe an den Bodensee. فهنا أكوزاتيف لأن زي هنا مذكر فأقول ich gehe an den Bodensee. وإذا كنت موجود هناك فأقول ich bin am Bodensee. Ich bin am Bodensee. يعني أنا حول البحيرة. أم وهي اختصار ل an dem. An dem يعني حول هذا الشيء ولكن لست في داخل البحيرة. وإذا أردت أن أذهب إلى داخل البحيرة لأسبح فأقول ich gehe in den Bodensee. Ich gehe in den Bodensee. فأنا ذاهب إلى داخل البحيرة. فهنا قلت in den أيضا أكوزاتيف. وإذا كنت موجود داخل البحيرة فأقول ich bin im Bodensee. Ich bin im Bodensee. أنا في داخل بحيرة البودنزي. ومثلا إذا أردت أن أذهب إلى جزيرة فأقول ich gehe auf die Insel. Ich gehe auf die Insel يعني أنا ذاهب على الجزيرة. فهنا أقول auf die Insel. Auf هو حرف يكون أحيانا جر وأحيانا نصب. في هذه الحالة يكون نصب مع الحركة. ونقول auf die Insel يعني أنا ذاهب على الجزيرة. فهنا يعني هذا يدل على قوة التعبير في اللغة الألمانية بأن الألمان يقولون أنا ذاهب على الجزيرة auf die Insel لأن الجزيرة هي تكون مرتفعة عن البحر يعني تكون مرتفعة عن سطح البحر فإذا ذهبنا إلى الجزيرة فنحن نصعد يعني ننزل من البحر ونصعد على الجزيرة فيقولون auf die Insel. Ich gehe auf die Insel. وإذا كنا في الجزيرة فنقول ich bin auf der Insel. Ich bin auf der Insel. يعني أنا في الجزيرة. Auf der لأن دي تصبح der في الداتيف. أو مثلا أريد أن أذهب إلى الجبال فأقول ich gehe in die Berge. Ich gehe in die Berge. أنا ذاهب إلى الجبال. فهنا استخدمنا أيضا حرف إن معناه في يكون أحيانا نصب وأحيانا جر. في هذه الحالة هو حرف نصب. In die Berge. أكوزاتيف. وعندما أكون في داخل الجبال فأقول ich bin in den Bergen. Ich bin in den Bergen يعني أنا في الجبال. هنا داتيف قلنا دين لأن دي للجمع تصبح دين في داتيف المجرور. أو مثلا إذا أردنا أن نذهب إلى الحمام فنقول ich gehe auf die Toilette. Ich gehe auf die Toilette. فهنا أنا ذاهب على الحمام يعني هو في العادة الشخص يجلس هناك على المقعدة مقعدة الحمام فنقول auf die Toilette. فلا نقول ich gehe in die Toilette. Ich gehe in die Toilette طبعا خطأ
يعني لأن الشخص لا يذهب إلى داخل المقعدة ويذهب ويجلس على المقعدة. وإذا كان الشخص موجود في الحمام يقول ich bin auf der Toilette. Ich bin auf der Toilette ولا يقول ich bin in der Toilette. Ich bin auf der Toilette يعني جالس على مقعدة الحمام auf der Toilette. وهكذا. فهذا كان درس اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.